كل التوفيق لفرقتنا بكره زي ما بقول لحضراتكم، ان شاء الله مباراه باذن الله تخرج بشكل يليق كمان بالفرقتين. زي ما بقول لحضراتكم مباراه صعبه، فريق نادي الاتحاد فريق قوي جدا، ولكن كمان طموحات لاعبتنا والاداره الفنيه وجماهيرنا ان شاء الله، والجماهير الكبيره الموجوده بتساند النادي الاهلي دائما وابدا، يعني طمعانه في الثلاث نقاط لنقترب خطوه لحسم بطوله الدوري. طيب سريعا، اخبار سريعه، حسين الشحات بيختار النادي الاهلي وبيقول من زمان وهو سعيد جدا جدا بهذا التجديد. اكد حسين الشحات طبعا في تصريحات خاصه للموقع الرسمي للنادي الاهلي على سعادته بتجديد تعاقده مع النادي الاهلي بعد المفاوضات التي لن تستغرق وقت طويل زي ما قلت لحضراتكم. وحسين الشحات اكد انه بيتطلع اكيد للفوز اكيد بالبطولات مع الفريق في الفتره اللي جايه، واماله هي اسعاد الجماهير، جماهير النادي الاهلي. بيأكد كمان حسين انه يمكن تعرض لبعض الاشاعات، ولكن اشاعات كثيره جدا على على السوشيال ميديا في الفتره الاخيره، ولكن بيأكد انه هو كان لما كان بيشوف هذه الاشاعات والكلام اللي كان بيطلع على السوشيال ميديا كان بيضحك. يعني هو بيقول كل لما كنت بشوف هذه الاشاعات كنت بضحك الحقيقه. ويعني هو قال طبعا اكيد السوشيال ميديا بقت خلاص جزء اكيد في حياتنا، ولكن يعني هو دايما بيشتغل بشغل احترافي ودايما بينظر الى مستقبله بشكل اكتر من رائع. رغبته كانت اكيد البقاء في النادي الاهلي، تجديد التعاقد كمان، والقرار اللي خده يعني كان قرار محسوم بنسبه كبيره جدا لرغبه اللاعب في الاستمرار مع النادي الاهلي، رغم زي ما بقول لحضراتكم كان في عروض كثيره في خلال الفتره اللي فاتت. اكد حسين كمان انه كان يعني يكفي زي ما بيقول انه خلال الاربع سنوات اللي فاتت يعني توج ببطوله دوري الابطال 3 مرات بجانب المشاركه بكاس العالم للانديه 3 مرات. وحسين بياكد ان مفيش حد زي ما قلت لك يعني من لحظات قليله ان مفيش حد يشترط على النادي الاهلي. تطرق حسين كمان في الحديث على اللي دار الحديث كان في حديث دار ما بينه وما بين يعني رئيس النادي ريال مدريد في كاس العالم للانديه بيريز، اخبره ان النادي الاهلي فريق كبير وانه يعني وان احنا قدمنا مباراه قويه امام ريال مدريد في كاس العالم للانديه. وبيأكد ان فعلا حسين بيأكد ان النادي الاهلي خلاص هو نادي في مصاف الانديه العالميه بشكل كبير جدا. مبروك لحسين الشحات النادي الاهلي، ومبروك للنادي الاهلي حسين الشحات. طيب على الجانب الاخر